يفتش عن حزب الله في تعطيل التشكيل بلا حكومة وبلا عدالة تقوى الدويلة. هل عدم إسقاط الحصانات سيدفع بالأمم المتحدة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية؟ دلتا ضيف مزعج في الربوع، فهل تطيح أخطاره بالمناعة التي تحققت خلال أشهر؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار صوت بيروت انترناشنال. ما أصعب أن يستشهد الإنسان بعدوه ليوصف حالته، لكن الصعب أحيانا يسهل أمام الحقيقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في تصريح له اليوم إن لبنان على شفير الانهيار ككل الدول التي سيطرت عليها إيران، وإن سكانه يدفعون غاليا ثمن هذه السيطرة. ما قاله رئيس وزراء العدو أصاب للأسف عمق الحقيقة، فبمعزل عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي نعيشه جميعا، فإن كل الأوضاع في لبنان تبدو مأزومة، والسبب حزب الله أي الذراع الإيرانية في لبنان. فمنذ أن سيطر الحزب على القرار اللبناني صارت الديمقراطية اللبنانية محكومة في معظم الأحيان بالتعطيل. طبعا الحزب لا يعطل مباشرة، بل يدفش حليفه التيار الوطني الحر على ذلك. آخر نموذج عن تعطيل المؤسسات الدستورية عدم تأليف حكومة منذ حوالي 11 شهرا. فهل من يصدق أنه لو كان حزب الله يريد حكومة لما استطاع تحقيق ذلك؟ فالطرفان المعرقلان تشكيل الحكومة، أي جبران باسيل وسعد الحريري، مستعدان لتلبية ما يطلبه منهما انطلاقا من مونته عليهما، لكن الحزب لا يريد أن يتدخل مع الفريقين المنقادين له، لأنه يريد المزيد من الاهتراء، فكلما ضعفت الدولة قويت الدويلة. مثل ثان يتعلق هذه المرة بالتحقيق في جريمة المرفأ، إذ عندما أعلن المحقق العدلي أنه ادعى على 3 نواب ووزير وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، تجاوب المعنيون مع طلب رفع الحصانة عن المدعى عليهم، وبدا أن التحقيق يمكن أن يطال رؤوسا كبيرة هذه المرة. لكن السيد حسن نصر الله كان له رأي آخر، إذ انتقد في إطلالته الإعلامية الأخيرة المحقق العدلي وشكك في نزاهته ورسم علامات استفهام حول تسييس الملف. هنا تغير الجو كليا، فأجلت الهيئة المشتركة في البرلمان رفع الحصانة عن النواب، ورفض وزير الداخلية رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم. فحزب الله منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يكره الحقيقة ولا يريد أبدا تحقيق العدالة. فبلد يريده حزب الله بلا حكومة وبلا عدالة، أليس بلدا على شفير الانهيار؟ يقول المثل المعروف: خذوا الحقيقة من أفواه المجانين. أما نحن فصار ينطبق علينا للأسف المثل مع بعض التحوير: خذوا الحقيقة من أفواه العدو، فيا للعار. هل خطر المتحور دلتا محدق؟ وما قدرة نظامنا الصحي على المواجهة؟ للإضاءة على الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي. أهلا بك دكتور عراجي. بداية، ما مدى خطورة المتحور دلتا الذي بات موجودا عندنا وبات يعني يقض مضجع اللبنانيين بمعزل وبموازاة كورونا؟ مساء الخير المشاهدين. بالطبع متحور دلتا أو متحور الهندي يعني متحور يعني سريع الانتشار، وتقريبا سرعة انتشاره حوالي تقريبا إذا بدنا نقارن بالفيروس تبع اللي طلع من الصين ووهان تقريبا بحوالي 70%، وبالنسبة للمتحور الإنجليزي تقريبا حوالي 60%. فعشان هيك سريع الانتشار، كل شخص ممكن يعني فوق 10 أشخاص، بعدين دغري بلقط واحد العدوى خلال ثواني، بعكس الكورونا الأولاني تبع وهان كان بده 15 دقيقة لتكون بمع جنب حدا عنده العدوى، هذا بده ثواني. فعشان هيك عم بينتشر بسرعة بالعالم، يعني دولة مثل المملكة المتحدة تقريبا صار فيها فوق 95% من الكورونا هو المتحور الهندي. نعم. وبالولايات المتحدة الأمريكية
صار تقريبا 20% من الموجودين حالات الإيجابية هم متحور الهندي. طيب نحن بلبنان كمان عنا عم ينتشر بسرعة. طيب دكتور عراجي، يعني بالوضع اللي نحن فيه، يعني الوضع القاسي والمؤسف يعني من الناحية الصحية والمواجهة الصحية، كيف فينا نواجه هيدا الوباء؟ هل فينا نواجهه برأيك بالنسبة لقدرتنا بالمواجهة الصحية؟ والله كم يعني للحقيقة للأسف بدي أقول إنه القطاع الصحي هلا بالوقت الحاضر غير قادر على إنه يعني يواجه كورونا مثل ما واجهناها بالسابق بالقطاع الطبي. ليه؟ لأنه القطاع الطبي متهالك، ألوية ما فيه، مستلزمات طبية ما فيه، أطباء كثير تركوا، ممرضين وممرضات تركوا البلد أو تركوا ما عادش يشتغلوا، كمان الكلفة الاستشفائية كثير عالية. فنحن عندنا حقيقة قطاع صحي يعني كثير وضعنا صعب، عشان هيك لا سمح الله إذا تفشى الكورونا حيكون الوضع نعم كثير جدا عندنا بالبلد. نعم دكتور عراجي، يعني النقطة الأساسية لدخول هذا الوباء إلى لبنان هي عبر الوافدين إلى المطار. هل تحترم التدابير الجديدة الآن في المطار؟ كيف تتأكد الجهات الصحية من التزام الوافدين بالتدابير المطلوبة؟ يعني عم نحاول المستحيل، انه يعني مثل اليوم طالع يمكن 35 يمكن او 25 حالة جاي من برا. انت عم نحكي من شوي انه بالنسبة للي جايين من برا انه ما بياخد اجراءات كمان حازمة، انه المشكلة وين؟ المشكلة انه اللي عم يجوا من برا صار لهم سنتين جايين على لبنان، وجايين عدد كثير من المغتربين اللبنانية مشتاقين لاهلهم. بس نحن دائما عم نقول لهم، دائما انا بوسائل الاعلام عم بقول يا خيي انتم مشتاقين لاهلكم بس ما تجيبوا لهم العدوى، لازم تلتزموا 6 أيام حجر، يعني تعملوا بي سي ار بالمطار، عم ينعمل لهم بي سي ار، اذا قبل ما يطلع بوزيتيف قبل ما يطلع النتيجه ما تختلطوا، حتى عيدوا نعم نتيجه حتى عيدوا الفحص. نعم عذرا لرداءة الاتصال، وصلت الفكره معك دكتور عراجي. بدي اشكر جدا رئيس لجنه الصحه النيابيه الدكتور عاصم عراجي، على امل انه الجميع يتحلوا بالمسؤوليه. هل عدم إسقاط الحصانات عن النواب والموظفين الأمنيين سيدفع بالأمم المتحدة إلى وضع لبنان تحت الوصاية الدولية؟ من وجوههم تعرفونهم. انظروا إلى النائب والوزير السابق علي حسن خليل، وجهه بعد جلسة بحث رفع الحصانة في عين التينة مكفهر ومرتبك، مركزه في أعلى لائحة الأسماء المطلوب التحقيق معها، وهو لطالما كان رجل المالية الأول لسنوات طوال، ولا زال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب. أبرز إنجازاته سلسلة الرتب والرواتب التي أكلت الأخضر واليابس. أما وزير الأشغال السابق غازي زعيتر يحرص اليوم على الابتعاد عن الإعلام، يدخل ويخرج بعيدا عن الأضواء، وهو ركيزة لائحة السياسيين الممكن أن يتم الادعاء عليهم من قبل القاضي بيطار. وهذا هو الوزير السابق نهاد المشنوق، لا يبدو مرتاحا هذه الأيام، فحصانة الطائفة قد لا تنقذه هذه المرة ومصيره السياسي على المحك. أمام هذه الوجوه الملبدة، الطبقة السياسية مستشرسة بالدفاع عن نفسها، ولم تنفع كثيرا جرعة الحماية التي ضخها كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير حول التحقيق من أجل إنقاذ منظومة الفساد من الانهيار المحتم كأحجار الدومينو. وفي المعلومات أن القاضي طارق البيطار لن توقفه مسألة الحصانات، وهو ينتظر موقف مدعي عام التمييز بالوكالة غسان خوري بشأن استدعاء مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتقول المصادر إنه إذا استمرت المافيا بلعبتها للتهرب من التحقيق فهو يتجه لإصدار قراره الظني وبالأسماء والأدلة التي دفعته إلى محاكمة هؤلاء. وإن ننسى لا ننسى الاستماع إلى حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان استقبل لدقائق قاضي التحقيق السابق فادي صوان، وهو يتلطى وراء الحصانة الطائفية لكسر هيبة التحقيق بانفجار المرفأ. على الخط الخارجي علم أن العمل الدولي بدأ يتقدم لاعتبار لبنان دولة فاشلة على غرار الصومال عام 1991 وفقا للفصل 12 و13 من شرعة الأمم المتحدة. وتتحدث المادة 75 أن المنظمة الدولية تنشئ تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية لإدارة الأقاليم لفترة محددة، علما أن الدولة الفاشلة تشمل كل دولة خرجت من عالم المؤسسات ووقعت في عالم الميليشيات السياسية والدينية.
إذن طوق العدالة يقترب من كثير من الرؤوس، ولبنان تحت المجهر الدولي، وما علينا سوى انتظار الرابع من آب 2021. جنون الأسعار يحلق بالألباني والأجبان فوق قدرات المستهلك، والدولار في دائرة الاتهام قبل الجشع. لم تعد الترويقة الصباحية كما تعود عليها اللبناني، فبعد ارتفاع سعر كيلو الحليب الطازج ومشتقاته تخطى سعر كيلو اللبنة البلدية 45,000 ليرة، وارتفعت أسعار اللبن وأصناف من الأجبان البلدية اللبنانية وأصناف أجنبية تصنع في لبنان مثل الحلوم وغيرها. كيلو اللبنة البلدية صار ب 45، طبعا في بعض المحلات أغلى من هيك. الحلوم صار 75,000، العكاوي 73,000، الدبل كرامي اللي ما هي شيء ما كان حدا يطلع فيها صارت 55,000. يعني في بيوت هلا مش عم تاكل لا لبنة ولا جبنة. الخمس كيلو الحليب 50,000، اللبن 55، يعني أسعار خيالية. فيك تقول نسبة بيع يخف شي 50% تقريبا. حتى مأكولات الفقراء والأصناف الشعبية بدأت تغيب عن مائدة المواطن، واللبناني في منزله ينعي البلد والليرة، فيما أهل السلطة ينعمون بالحرير. نص كيلو لبنة 23,600 وقالب عكاوي مجموع 62,000. قد بكفوك هودي؟ عشية والصبح. بدنا نترحم عليها اللبنة والجبنة. وهي الجبنة وربطة خبز وهي الجبنة تانية 53,000 طول عمرهم 10,000. البلد خلاص، الله يعين الفقير. أسعار نهار جهنم، والله لا يوفي اللي عم يعمل الأعمال، الله لا يوفي. أفقر بلد بالعالم صرنا. نشكي الله الله كل الحكام بلبنان من الله الله. مع وصول الدولار إلى عتبة 20,000 ليرة تكوي الأسعار جيب المواطن، وإن لم يلجم المسؤولون هذا الانهيار فالمجاعة صارت على الأبواب. في ملفات SBI عودة إلزامية إلى الزراعة، والفول السوداني يسترجع حضوره في سهل عكر رغم الكلفة المرتفعة للإنتاج. الزراعة ظهرت بلبنان مع تدهور الوضع الاقتصادي، رجعوا اللبنانيين إلى أرضهم ففلحوها واهتموا فيها من جديد. أصبحت الأرض الملجأ الآمن الوحيد إلهم، خاصة مع غلاء أسعار الخضار والفاكهة. والزراعة ما وقفت على يلي عنده شقفة أرض أو جنينة حد بيته، ولكن ابتكروا اللبنانيين وسائل للزراعة على يوصلوا من برا أرخص من الإنتاج اللي بيطلع من هون. مع تدهور الوضع لجأوا المزارعين إلى زراعات جديدة بلبنان، خاصة إلى مواد أصبحت مكلفة للاستيراد مثل الفول السوداني، الزعفران، القمح والأرز وغيرها. الزراعات بعدها كان مألوف لدى جدودنا ولكن اندحلت مع السنين. بي عمره 80 سنة وبي لبي هذه اللي بدار عنها الفستق، هذه عنها نحن المزروعة المفضلة يعني. هي الزراعة الأولى بالعكا، وبعدين صرت تندثر شوي شوي حتى وصلنا للفترة اللي نحن فيها هلا. انحصرت كتير، انحصرت بأماكن معينة يعني، وبعتقد ما في غير جنين تزرع فستق هلا. عبد الرزاق بعده بيهوى هالزراعة، ولكن هي زراعة مكلفة ومتعبة. زراعة الفستق انه نجيب جرة الموتير نفلحه ونرجع لما نجيب له عمال نكشو ونظبطه على 24 وموسمه منجي كمان نرجع من قلعه. 120 يوم من الاهتمام الدايم والنتيجة مش دايما إيجابية. حسب، هذه رزق من رب العالمين، يمكن ما تعمل يمكن تعمل. وعلى الأرض الصرخات تعلو، مشاكل عديدة بيقعوا فيها المزارعين. نزرع موسم وبيزبط معنا، كيس السماد كان 200,000 صار 500,000، هذا السكر كيس السماد 46 صار 600,000، منجيب سم
ما الرشو ولا الخضره ما بدك تشم ريحه سام، كله مضروب يعني ما في سم، والاسمده مضروبه، وحتى السم الله وكيلك ما خلانا صيدلي وما غيرنا منها، يعني مر السم على المتار. وانا اولادي وبناتي عندي 10 بنات وجوز صبيان، يعني يلا رد بالنا. فالسماد مضروب والادويه مضروبه والزرع عم بيتلف. بالسوق عم نول كنا نبيعه ب 2000 ليره اخضر، بس اجمالا السنه يعني بده يكون غال. اليوم بيعتمدوا المزارعون على هالزراعة من جديد، آملين بمحصول بيعوض خسارتهم. كانوا يجيبوه من برا مزبوط، من الصين ومن مصر كانوا يجيبوه، بس كان أرخص. بكرة إن شاء الله هالسنة الله بيوفقنا بهالموسم. ولكن غير كل القطاعات بلبنان، التجار هن المستفيدين الوحيدين، وهن اللي بيتلاعبوا بالمحصول والأسعار. لا ما أنا لو بتحكم بالسعر كان هيو، كان منيح. ما بتحكم بالسعر، السوق هو بتحكم بالسعر، التجار. فهل تستفيق الدولة يوماً ما وبتدعم زراعات أصبحنا بحاجة شديدة إلى وسط هالأزمة وبترجع سهولنا للإزدهار من جديد؟ ختام نشرة أخبار صوت بيروت انترناشنال، شكراً متابعة مشاهدينا، إلى الملتقى بألف خير.